بيشرفني ونورني في الاستوديو صديقي العزيز والناقد الرياضي الكبير استاذ عمرو الجرزاوي الناقد الرياضي بجريده الفجر. يا عمرو منورني ومشرفني وسعيد جدا ان انت معايا النهارده. حبيبي امير برحب بيك وبرحب بمشاهدي قناه النادي الاهلي. انا مبسوط وببقى مبسوط لما بكون موجود معاك، انت عارف حاجه زي كده. عارف طبعا يعني لقاءنا ده اتاجل كتير بس الظروف خارجه عن ارادتي. يعني منور ومشرف دايما يا عمرو. عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه. خلينا نبتدي بالنادي الاهلي وحسم بطوله الدوري الاصعب في تاريخه بعد كلام كان كتير جدا واكتر كمان مع بدايه الموسم ان الاهلي صعب ان هو ياخد بطوله الدوري نظرا لكل الظروف اللي انت عشتها واكيد عرفتها. كيف رايت تحقيق النادي الاهلي لهذا اللقب؟ طبعا يعني دوري صعب جدا، دوري اعتقد هو الاصعب في تاريخ النادي الاهلي. ما اعتقدش ان الاهلي هيمر الاصعب طبعا. ظروف كتير جدا حطت بالنادي الاهلي، غيابات لاعبين، تصريحات مديرين فنيين بيتغيروا، لسه التاقلم مع اللعيبه، لعيبه كتير من اللعيبه الكبيره اللي كانت موجوده في النادي الاهلي بتعتزل وفي وجوه بالزبط. جديده بتكون موجوده. فاظن ظروف صعبه جدا مر بها النادي الاهلي، لكن قدر يحسم في النهايه بالصبر وبالجهد وبتعب اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره انه يحسم بطوله الدوري. طبعا ببارك للنادي الاهلي وببارك لجماهيره على بطوله الدوري. فاظن ان البطوله دي هتدي دفعه كبيره جدا للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه يبني عليها ويعني يتعلم من الاخطاء بتاعه الفتره اللي فاتت. اظن ان زي ما التصريحات كلها خرجت ان ده هيبقى الاصعب ودوري يمر على اللعيبه اللي موجوده دلوقتي. ازاي شفت ان النادي الاهلي قدر ان هو يحقق البطوله دي وايه اللي رجح كفه النادي الاهلي يعني بعد الابتعاد بشكل كبير جدا عن المنافسه الظروف كلها عارفينها يعني ايه اللي رجح كفه النادي الاهلي ازاي قدر النادي الاهلي يرجع كده وياخد البطوله؟ انا شايف الهدوء الهدوء. هدوء اللعيبه وابتعاد اللعيبه عن حرب التصريحات اللي كانت موجوده في الفتره اللي فاتت. وكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا كان ليه دور كبير جدا، مدير الكوره مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب. كان ليه دور في ان يصر ان اللعيبه تبتعد تماما عن الاجواء المحيطه بالحرب التصريحات اللي موجوده في الحقيقه. فاظن ان يعني الهدوء هو السمه الرئيسيه اللي خلت النادي الاهلي يرجع ياخد بطوله الدوري تاني بعد ما كان بعيد جدا وما كانش مترشح لبطوله الدوري. لكن النادي الاهلي اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره كان عندهم ثقه ان هيقدر يرجع تاني النادي الاهلي وياخد البطوله. فاظن ان الهدوء ده هو اللي يعني اللي عمل الكفه رجح الكفه للنادي الاهلي ان هو يقدر يحافظ على بطوله الدوري. طيب بالتالي ابرز اللاعبين من وجهه نظرك بعد انتهاء الموسم ده وتحديد بطوله الدوري من النادي الاهلي شايف مين؟ والله هم كتير يعني. انا شايف محمد الشناوي طبعا يستحق طبعا، في طبعا حسام عاشور يستحق، في وليد ازارو رغم الانتقادات ورغم كل الحاجات الكلام الكتير اللي بيطلع عليه الفتره اللي فاتت برضه يستحق، عمل مجهود كبير جدا في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي. وليد سليمان طبعا يستحق، طبعا يستحق، احمد فتحي طبعا يستحق. لا لعيبه كتير، لعيبه كتير تستحق. سعد سمير طبعا ان شاء الله يعني باذن الله يرجع من اصابته. فلا لعيبه كتير تستحق. اللعيبه دي استحملت الفترات الصعبه اللي مرت عليها، انتقادات الجمهور بشكل كبير جدا، الجمهور برضو بعيد شويه عن الاجواء اللي موجوده، فبالتالي ما عندوش خلفيه عن ايه اللي بيحصل، فهو عايز يكسب على طول وعايز يحقق، وهو ده السمه اللي موجوده في النادي الاهلي واللي عود جمهوره عليها. لكن انا شايف ان اللعيبه مرت بظروف صعبه جدا ما كانتش بتصدر الكلام ده للجمهور، فالجمهور ما كانش عنده ايه اللي بيحصل وايه الخبايا اللي بتحصل. فلا في لعيبه كتير جدا تستحق ان هي تكون يعني نجم الدوري السنان. لكن في نفس الوقت الجمهور كان ليه دور كبير جدا طبعا. جمهور النادي الاهلي على مدار الموسم يا عمرو واحنا شفنا هتافاته في عز ما كان النادي الاهلي بعيد عن المنافسه اطلاقا، ده شيء مهم جدا من جمهور النادي الاهلي. اكيد طبعا امير، جمهور النادي الاهلي دايما مساند فرقته، دايما بيبقى مع اللعيبه، دايما بيبقى مع الجهاز الفني ورا النادي باي شكل من الاشكال، حتى في الاخفاقات، حتى بعد خروج الفرقه من دوري ابطال افريقيا. شفنا المنظر اللي كان موجود في ملعب برج العرب والجمهور بيحيي اللعيبه بعد المباراه وبعد خروج النادي الاهلي. هو ده يعني كان المسانده واللي حصل في المباراه وخلال الموسم الطويل قوي اللي احنا عايشينه ده، هو طبعا سببه جمهور النادي الاهلي. طيب خلينا نروح لمداخله مهمه جدا جدا في ظل استمرار فرحه جمهور النادي الاهلي مع نجم كبير من نجوم النادي الاهلي اللي ايضا كانوا مؤثرين جدا في الموسم، كابتن مروان محسن. يا مروان مساء الخير عليك.
حبيبي امير، انا ما سمعتكش بس اتقطعت شويه، بس ما سمعتكش حبيبي. ازيك يا امير، اخبارك اخبارك ايه؟ كله تمام؟ سامعني كده كويس؟ كله تمام كله تمام. اه سامع كده حبيبي. تحياتي ليك وتحياتي طبعا الناقد الرياضي عمرو الجرزاوي زميلنا العزيز. سلامي سلامي لكل اللي معاك، وانا سعيد ان انا موجود معاك حبيبي. احنا اسعد يا مروان، وفي نفس الوقت حبيبي. عايزين نبارك لك طبعا الفوز ببطوله صعبه جدا، بطوله الدوري، وهي الاصعب على مدار تاريخ النادي الاهلي هذا الموسم، فالف مليون مبروك، واكيد جمهور النادي الاهلي فرحان جدا بهذا اللقب. زمايلي طبعا اللي جايبين النادي الاهلي طبعا هم يستحقوا اكتر من كده طبعا. اديك شفت السنه دي عدت علينا يعني بحلوه ومره وكلها، فدي اقل حاجه يعني المفروض نقدمها النادي الاهلي طبعا، ولسه في مزيد ثاني ان شاء الله من البطولات. ونبقى احنا الحمد لله قدرنا نسعد النادي جماهير النادي الاهلي يعني باسس بطوله الدوري، فان شاء الله اللي جاي لنا هيبقى احسن باذن الله. انتوا كلاعيبه مروان، هل شكيتوا اللحظه ان النادي الاهلي ممكن يكون بعيد عن المنافسه هذا الموسم، او ان انتوا ما تقدروش ان انتوا ترجعوا في المنافسه؟ لا خالص والله، احنا عندنا اصرار وعزيمه ان احنا ناخد الدوري، واحنا حد يديك شفت ما احنا كنا في المركز الناس عماله تقول لك انا في المنطقه الدافئه، واحنا فعلا دلوقتي خدنا الدوري الحمد لله في المنطقه الجميله كمان ودافئه والدنيا حلوه. فاحنا كلنا كنا عندنا اصرار طبعا، اللعيبه كلها ما حدش طبعا كان مقصر، وفي التمرين وكابتن سيد عبد كان بيحفزنا والجهاز الفني كله واللعيبه كلها وكابتن حسام عاشور طبعا والكبادر الكبار كلهم، فكلنا كنا على قلب رجل واحد الحمد لله، واصرنا احنا ناخد الدوري بعد طبعا اللي حصلنا طبعا في افريقيا طبعا. النادي الاهلي مش ده النادي الاهلي طبعا، اللي احنا متعودين ان يحصل فينا كده، فهي كانت فترة وعدت طبعا. اديك شفت السنة دي كلها، وان شاء الله السنة الجاية يبقى في السنة اللي هتبدأ ان شاء الله دي يبقى تركيزها اقوى ان شاء الله، ونرجع ان شاء الله بطولة افريقيا تاني للنادي الاهلي. ابرز الصعوبات اللي مريتوا بيها على مدار الموسم يا مروان، وهل هي صعوبات متعلقة بالدوري نفسه او بالبطولة والفرق اللي واجهتوها، ولا كان في صعوبات اخرى من خلال التصريحات اللي كان ممكن بتوصل لكم على مدار الموسم من مختلف المسؤولين في مختلف الاندية مثلا؟ اديك شفت الصعوبات كلها في الناس اللي بتهاجمك دي بقى، وناس بتشكك في النادي وعايزه توقع النادي وكلاعيبه وتقطع في لعيبه وبتاع، لكن ما حدش سمع طبعا. اللعيبه كلها كانت مركزه جدا طبعا، حصل لنا دروبات في افريقيا طبعا، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نرجع تاني نقف على رجلينا، وان احنا نرجع مركز كنا في السادس ورجعنا خدنا الدوري الحمد لله طبعا. ده اصرار وعزيمه اللعيبه كلها طبعا، وان شاء الله اللي جاي لنا يبقى احسن بقى باذن الله ان شاء الله كده. طيب مروان، دايما الكلام بيبقى على خط هجوم النادي الاهلي، وان احنا ما بنحرزش اهداف كتير، وانا عايز استغل فرصه ان انت معايا وانت نجم كبير من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر ايضا، انا هسالك عن منتخب على فكره بعد السؤال ده، لكن بتشوف ازاي خط هجوم النادي الاهلي على مدار الموسم اللي فات ده وعلى كمان قادم بالنسبه للنادي الاهلي؟ انا شايف هو بس هو عدم توفيق طبعا في المهاجمه، ما بيحسش اهداف طبعا، بس الواحد بينزل بيعمل عليه طبعا في شغله بالظبط. لو ما جبتش اهداف بتعمل عليك، بتخلق مساحات لزمايلك، بتطلع كل حاجه عندك في الملعب طبعا فعلا، وده حاجه تبقى نصيب من ربنا طبعا. ربنا بيديك توفيق بتجيب اجوان وتبقى ماشيه معاك، فما فيش توفيق طبعا، بتشتغل وبتعمل عليك لحد ما ربنا بيكرمك. واحنا ما فيش حد مركز لحد، اي حد بيقول حاجه ده اي حد بيتكلم في حاجه، ما بنركزش باي حاجه، احنا بنلعب نادي الاهلي كويس، ومطلوب مننا طبعا احنا دايما في بطولات وبناخد بطولات، بس هو ده اللي احنا بنستمع ليه، انك تمرينك وتشتغل على نفسك، بس هو ده اللي بنعمله. طيب انا مصر في كل مداخله مع نجم من نجوم النادي الاهلي ان انا اتكلم على بطوله دوري ابطال افريقيا، لان اللقب ده في الحقيقه مروان الجمهور الاهلاوي مفتقده جدا. هل انتوا طبعا النادي الاهلي باذن الله قادر على تحقيق هذا اللقب واعادته للجمهور الاهلاوي؟ انا كمروان مصري طبعا، انا نفسي طبعا، انا بموت انا عشان اخد بطوله افريقيا طبعا، نفسي اتحقق ان شاء الله، وزمايلي كلهم طبعا اكيد بيفكروا نفس التفكير. فاحنا مركزين السنه دي ان شاء الله، ربنا يكرمنا ان شاء الله، وبالمجموعه بالاضافات ان شاء الله بالاضافات اللي هتيجي ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونرجع بطوله افريقيا تاني للنادي الاهلي طبعا، والجمهور طبعا يستحق اكتر من كده، وبنشكره طبعا على دعمه لينا الفتره اللي فاتت دي كلها، وان شاء الله يعني الانتصارات ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. طيب عايز اخدك بقى للمنتخب يا مروان، وللاسف كان اخفاق كبير جدا لمنتخب مصر، وانت لاعب من اللاعبين الاساسيين في صفوف منتخب مصر، الاسباب ايه؟ عايزين نعرف الجمهور اسباب الاخفاق ده ايه؟ ولا فوق ما انا مش عارف، انا ممكن ما يبقاش فيه تركيز زياده، وما كانش يعني ما كانش، او ممكن بسبب الموسم انت لاعب الموسم بتاعنا في لعيبه جايه مش مريحه، ما عملتش فتره اعداد كافيه ممكن. مش يعني مش عارف اتكلم اقول ايه الصراحه، بس يعني هل هو ممكن يكون السبب فني مثلا يا مروان، ولا كان عليكم ضغط زياده، ولا كان في اجهاد مثلا؟ ده اكيد ضغط، ده اكيد اي حد يبقى عليه ضغط، ده من منتخب مصر وتلعب في بلدك طبعا، بيبقى مطلوب منك ان البطوله تبقى عندك تاخدها، ف في حاجات جديده طبعا. انا مش قادر اتكلم عن المدير الفني طبعا، دي حاجه طبعا طبعا الناس بقى الكبيره اللي هي بتتكلم تعرف
يعني هو يبقى ليه راي تاني طبعا. انا ما اقدرش، انا كلاعب ما اقدرش اتكلم عن المدرب بس. اتمنى طبعا المنتخب الفتره الجايه ان شاء الله بالتوفيق يعني، والتوفيق ان شاء الله في التصفيات يعني ان شاء الله، ربنا يكرم ان شاء الله. طب اخيرا مش عايز اعطلك، رسالتك لجمهور النادي الاهلي قبل الموسم الجديد سواء المحلي او الافريقي. لا يعني دعمهم لينا يعني، دعمهم للعيبه كلها. انا اتمنى ان هم يبقوا يعني واقفين على طول معانا يعني، واقفين ورا الفرقه، وان شاء الله يبقى دعمهم ده يزيدنا تاني ونرجع ان شاء الله اقوى من الاول باذن الله ان شاء الله، ونجيب لهم افريقيا ان شاء الله السنه دي باذن الله ان شاء الله. بشكرك يا مروان، شكرا جزيلا. نجم من نجوم النادي الاهلي كابتن مروان محسن كان معانا على الهاتف، واتكلم كلام كتير مهم جدا فيما يتعلق بفوز النادي الاهلي ببطوله الدوري، كمان فيما يتعلق بمنتخب مصر واخفاقه في بطوله الامم الافريقيه. لعيب مهم يا عمرو مروان محسن، بيصادفوا سوء حظ شويه بالتحديد في اللاعبين اللي بيوصلوه للمرمى في منتخب مصر، تتفق معايا؟ مش في هتفق معاك طبعا. مروان من المهاجمين الاقوياء جدا في مصر. مظلوم؟ مظلوم طبعا. انا بشوف سواء في الاهلي او في منتخب مصر طريقه اللعب هي اللي ظلماه يعني، الاطراف ما بتوصلش، المهاجم دايما عايز يروح العرضيات، وانه مروان بيعمل مجهود مضاعف بره منطقه الجزاء، بيفقد 50% من مجهوده. هو محطة مميزة في الحقيقة جدا كمان. جدا جدا، وفي منتخب مصر ليه دور مهم جدا فعلا. في ان هو يوسع لصلاح ويوسع لتريزيجيه ويوسع للناس. وده خلي بالك مش البطولة بتاعت السنة دي بس، البطولة كانت بتاعت الجابون كمان 2017 قبل ما يتصاب طبعا. كان هو عنصر مهم جدا، الناس كانت بتنتقد اي مدير فني بيختار مروان محسن كمهاجم منتخب مصر. انا اظن ان مروان بينفذ كل التفصيلة الصغيرة قبل الكبيرة للمدير الفني سواء في الاهلي او في منتخب مصر، عشان كده هو بيحجز مكانه. طبعا بيصادفوا سوء توفيق كبير جدا. انا اظن لو الامور فتحت معاه شويه لا هيبقى في حته تانية خالص. مروان من زمان يعني من ايام بتروجيت، ساعه لما كان موجود في منتخب الشباب سكوب اللي كان بطوله كاس العالم هنا 2009. لا مروان مهاجم كبير، كان موجود في 2009، كان من ضمن القايمه لكن ما لعبش. كان من ضمن القايمه اللي موجوده لكن ما لعبش. طبعا كان احمد فتحي بوجي هو اللي كان هو اللي طالع، هو محمد طلعت، فكان هم اللي حاجزين مكانهم. لكن من الفتره دي اصلا عاصرت الجيل ده من وهو بيتكون، فانا شفتهم على الطبيعه وكنت قريب منهم جدا. فلا مروان مهاجم قوي جدا، بس طبعا كان بوجي كان وحش ساعتها. محمد طلعت كان الناس كلها كانت بتتكلم عنه، فاتظلم برضو مروان، ومروان تعب في الفتره دي. كان اعتقد الفتره دي جاله فيها الفيروس سي من بتروجيت، فاعتقد هو ده كان السبب ان هو ما يكونش موجود. لا مروان ولعب اولمبياد كمان 2012. مروان مهاجم، انا مش شايف مدرب، ما فيش مدرب جه على مدار المنتخب لحد دلوقتي ما ضمش مروان محسن. مش لمجرد ان هو بيلعب في النادي الاهلي، او مجرد ان مصر ما فيهاش مهاجمين، لا مصر ما فيها في احمد علي، فيها خالد قمر، فيها مصطفى محمد، فيها مروان محسن، لا في مهاجمين كويسين هم. فبالتالي لما يكون هو موجود مش معنى كده ان هو عشان بيلعب في النادي الاهلي فهو حاجز مكانه. انا ضد المقوله دي تماما. لا مروان بس بيصادفه سوء توفيق، اظن لو التوفيق حلفه في الفتره اللي جايه هيبقى في حته ثانيه خالص ان شاء الله. نتمنى لمروان كل زمايله في النادي الاهلي وكمان لمنتخب مصر ان شاء الله باذن الله لما هو قادم يكون افضل بكتير يعني باذن الله. صفقات حتى الان بالنسبه للنادي الاهلي، لو في جديد يا جماعه قولوا لي. صفقات حتى الان للنادي الاهلي، رايك وتقييمك ليها. الاهلي جدد اعاره رمضان صبحي، ضم اليو ديانج، وحتى هذه اللحظه اخر صفقه حتى هذه اللحظه محمود متولي، رايك ايه؟ انا يعني شايف ان الاهلي ماشي بخطى ثابته، ما بيجمعش تجميعه عشان يبني بقى. انا الاهلي عارف احتياجاته ايه، فبيجيب على قد الاحتياجات اللي موجوده والنواقص اللي موجوده في الفريق. وجود رمضان صبحي طبعا حاجه مهمه جدا للفريق، اضافه قويه جدا. رمضان لعيب قوي، لعيب عنده خلاص اكتسب الخبرات الكبيره، ما نقدرش نقول عليه انه لعيب صغير رغم صغر سنه يعني، لكن هو كبير مقاما وعنده اكتسب خبرات من النادي الاهلي كبيره جدا، ساعدت النادي الاهلي في الفتره الاخيره، وهو ساعد النادي الاهلي في الفتره الاخيره، وساعد نفسه انه يرجع نفسه. لسه ما وصلش للتوب فورم اللي الناس كلها منتظره منه، لكن وجوده كان مهم جدا في الموسم اللي جاي. قالوا ديانج يعني حسام عاشور جديد، حسام عاشور جديد، فهيبقى اضافه قويه جدا. محمود متولي طبعا
يعني لعيب قوي مهم. لعيب بعدين بيلعب في كذا مكان، بيلعب في كذا حته، فاللعيب اللي بيبقى ابن الخامه دي بيسهل على المدير الفني ايا كان مين هو المدير الفني، بيسهل عليه انه يقدر يحطه في اي مكان وهيجيد. يعني انا اظن محمود هو لاعب باك رايت، اظن ان هو لاعب ديفندر، اظن ان هو لاعب مساك، اظن ان هو لاعب ليبرو. عنده يعني اختيارات كتير جدا يقدر يلعبها، ولاعب قوي ولاعب رجليه تقيله جدا على المرمى، بيشوط فاولات يعني بصراحه قوي. لا لعيب قوي جدا جدا، هيبقى اضافه قويه جدا للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. شايف ان النادي الاهلي ماشي بسياسه معينه في الصفقات، بس هي سياسه الكيف مش الكم، يعني ما بيدومش عدد كبير جدا وخلاص، لا هو عارف احتياجاته فين في الفريق. هو دايما النادي الاهلي كده، يعني انا يعني عاصرت النادي الاهلي شويه حلوين كده، فما شفتش النادي الاهلي بيجيب ال 15 16 17. البعض بس من الجماهير بيبقى متشوق دايما للصفقات وعايز يسمع عدد كبير من الاسماء اللي انضمت لاي فريق يعني بشكل عام، لكن فعلا النادي الاهلي بيفكر ان هو يجيب اللاعبين اللي هو بيحتاجهم يسد بعض الثغرات ويخلق منافسه قويه في بعض المراكز كمان. انا شايف ان طبعا كلامك ده صح مظبوط، ومحمود متولي بالذات، انا هتكلم عن محمود متولي والمنافسه اللي القويه اللي هتبقى موجوده في خط الدفاع، رامي ربيعه بعودته، سعد سمير بعودته، محمود متولي بوجوده، ياسر ابراهيم بوجوده، محمد نجيب يعني اذا كان هيبقى ليه نصيب انه يكمل في النادي الاهلي، ما اعتقد يعني ان هو مش هيبقى موجود في الموسم اللي جاي. فاعتقد المنافسه هتبقى قويه جدا في الفتره دي مع الاربع لعيبه دول بالذات، المنافسه هتبقى قويه جدا جدا، يعني مش هنقدر نجزم دلوقتي مين الاثنين اللي هيقدروا يلعبوا. في نص الملعب نفس الكلام، حمدي فتحي ديانج، حمدي فتحي في الحقيقه هو يعني يعني خلاص اتاقلم على اجواء النادي الاهلي، دخل اجواء النادي الاهلي ودخلها والموسم يعني سوء الحظ ان الموسم بينتهي، فيعني الاصابات عطلته شويه اول ما جه. طبعا الفتره الاولانيه في النادي الاهلي كانت صعبه جدا، حتى في الاستخدامات بتاعت يناير اللعيبه بتيجي بتتصاب، فلا الاهلي مر في الفتره الاولانيه دي بظروف صعبه جدا. ارجع لسؤالك الكم، لا الاهلي بيجيب اللي بيفيده، حتى لو كان اللي بيفيده دول 15 بالظبط 16 17 18 هي يعني مش المساله ان هو بجمع لعيبه يعني. لا مش بلم اللعيبه ليه، ما مش هو ده، ما شفتش دي سياسه يعني. ما شفتش ده بيحصل في النادي الاهلي في الفترات الاخيره دي كلها، السنين اللي فاتت دي ما شفتش الكم، شفت ان في لعيبه كويسه بتبقى موجوده، الاهلي بيبقى محتاج المراكز دي فبيجيبها، وفي امثله كتير جدا موجوده، فيعني لو قعدنا نتكلم على الامثله هناخد وقت كبير جدا. فلا الاهلي انا شايف لحد دلوقتي ماشي بالصفقات اللي هو محتاجها، النواقص اللي موجوده في الفريق، حتى لو مش النواقص البديل، يعني بيجيب البديل، انا لازم يكون عندي لعيب وبديله، فبالتالي ده مش كم، ده ما بيبقاش عليه، ما بيتقالش عليه الكم، بيتقال عليه ان انا عايز يكون فرقتي كامله متكامله. الفريق اللي بيبقى قوي دايما دكته هي اللي بتبقى قويه، فمش معنى كده ان اللعيب اللي بيبقى على الدكه ده مش لعيب مؤثر، لا بالعكس، انا بشوف ان اللعيب اللي بيبقى على الدكه ده تاثيره اكبر من اللعيب اللي موجود في الملعب، انه بيبقى قاعد مركز وشايف الفريق محتاج ايه في مباراه معينه انه هينزل يادي دوره. لا اللعيب اللي على الدكه ده مهم جدا. احنا في لعيب كمان ناسينه، محمد محمود، ده لاعب جامد جدا جدا، للاسف الصليبي عطله، لكن اعتقد هو خلال 3 او 4 اسابيع بالكثير هينضم للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي، هيكون اضافه طبعا. في بص في كام لعيب الفتره اللي القائمه كامله وحلوه يعني كويسه، القائمه قويه. طبعا قويه. وانت تتكلم برضو خلي بالك لسه مؤمن زكريا بالزبط. لسه محمد محمود لسه، لا في منافسه في كل مركز موجود هيبقى قوي جدا. الفتره اللي جايه دي اللعيبه لازم تركز كتير قوي، لان اللي هيحجز مكانه في الملعب هيبقى صعب، مش هتبقى الموضوع بسهوله. لا طبعا ده شيء اكيد مميز وفي مصلحه الفريق، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. اتكلمنا على الدوري وفوز النادي الاهلي بهذه البطوله، لكن مقبلين على تحدي مهم جدا كفريق النادي الاهلي، يعني بطوله دوري ابطال افريقيا هتبتدي خلاص يوم 9 او 10 او 11 مع فريق يبدو ان هو ضعيف، او فريق يعني او مرة تسمع عنه، لكن في نفس الوقت المفاجآت بتبقى واردة لا قدر الله. شايف النادي الأهلي لازم يستعد لبطولة دوري أبطال أفريقيا اللي بيرغب في تحقيقها وجمهوره بيرغب فيها أكتر كمان، شايف الاستعداد لازم يكون إزاي ومطلوب إيه من النادي الأهلي؟ الاستعدادات لازم تكون بتركيز وبهدوء زي ما فنش الدوري كده بالظبط. ما شفناش يعني، إحنا شفنا في أمم أفريقيا
يعني موريتانيا وشفنا بنين وشفنا يعني مش عايزين نقول ان المنافسه هتبقى سهله، لا طبعا ما فيش مباراه سهله في دوري ابطال افريقيا. يبدو ان المنافس سهل، لكن على ارض الواقع اعتقد ان الوضع هيبقى مختلف تماما، مش هيبقى بالسهوله دي. صح. وفكره ان انك توصل للعيبه دلوقتي ان المنافس سهل، يبدو ان المنافس سهل، اعتقد يعني كده الاهلي بيخسر 60-70% من البطوله. فلا يعني لازم يبقى الاستعداد بهدوء كبير جدا زي تفنيشه الدوري كده بالظبط، وهو هادي يقدر قدر يحسم بطوله الدوري. بطوله غايبه عن النادي الاهلي بقى لها فتره كبيره جدا بالظبط. يعني عنده دوري ابطال افريقيا بتاعنا. طبعا يعني النادي الاهلي انا كانت اخر بطوله كانت 2013 كان، واخر بطوله افريقيه كانت الكونفدراليه في 2014. لا بكاء دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا كان اخر مره 2013، كان 12-13 ولا بعض 12-13 كان 13 مع كابتن محمد يوسف. محمد يوسف كان في جنوب افريقيا، لعبنا اورلاندو جنوب افريقي، اورلاندو بيراتس، هناك اتعادلنا 1-1 وكسبنا هنا 2-0 على ما اتذكر، احمد عبد الظاهر وتريكا. وهناك كان تريكا هو اللي جاب الجول. كانت اخر مباراه لتريكا، كانت اخر، كان كاس العالم او كاس العالم فعلا. صح، كاس العالم للانديه وبعدين وبعدين بطل. فلا يعني مده طويله جدا. كانت اخر مباراه لتريكا وسط جمهور النادي الاهلي يعني. على ارضه. على ارضه. صح كده. لا بطوله طبعا النادي الاهلي مهمه جدا للعيبه كلها، يعني ما تيجي تتكلم مع حد من اللعيبه مشتاقين جدا ان هم يلعبوا تاني كاس العالم للانديه. لما تيجي تقول له طب طبعا بطوله الدوري مهمه أكيد. بس لما تيجي تقول له يعني نفسك تحقق، انا نفسك احقق دوري ابطال افريقيا عشان العب تاني كاس العالم للانديه. فكره ان في كام لعيب برده عصر كاس عام الانديه، لقطه ابو تريكه هي بيبو طبعا مخرجنا المميز جاب على طول وهو بيحيي جمهور النادي الاهلي في اخر، محدش هيقدر ينسى التحيه دي، نجم اسطوري كبير، وما كانش حد عارف التحيه دي لايه. بس الناس كانت بتتكهن شويه يعني هو فاجئ برضو الناس بالوضع ده، واعتزف في عزه في الحقيقه. طبعا لعيب كبير طبعا. فلا ما تيجي تتكلم مع اللعيبه، اللعيبه عندها دوري ان هي تلعب كاس عام الانديه، خاصه كمان اللعيبه اللي لعبت. يعني احمد فتحي، سعد سمير، رامي ربيعه، حسام عاشور طبعا، شريف اكرامي، اللعيبه اللي لعبت البطوله وشافت الاجواء بتاعت كاس العالم للانديه، لا مشتاقين جدا جدا. وبعدين بينقلوا، ما لعبوش البطوله، ما هو كنت لسه هقول لك بقى، هم بينقلوا الكلام ده، بينقلوا الكلام ده للعيبه اللي ما لعبتش. يا جماعه الاجواء مختلفه، فبيحطوهم في الصوره على قد ما يقدر ان هم يطلعوا منهم احسن ما عندهم في المباراه. فاظن ان هي بطوله مهمه جدا 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 للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في البطوله دي بالتحديد، واكيد لاعبي النادي الاهلي مدركين مدى اهميتها بالنسبه للجماهير الاهلاويه. عايز اخدك لملف اخر، هو خاص باحوال الكره المصريه بعد الكارثه الكبيره في بطوله الامم الافريقيه للاسف على ارضنا، ونخرج من دور 16 كانت حاجه صعبه جدا. اتحاد الكره استقال، مش عارفين هيبقى في لجنه هي اللي هتدير، لجنه قاموسيه ولا لا، وفد من فيفا جاي الاسبوع الجاي عشان يقف على كل الاحوال الخاصه باتحاد الكره المصري. بترى ازاي الفتره القادمه سواء لاتحاد الكره بالتحديد وللكره المصريه بشكل عام؟ الكره المصريه ربنا يستر. ربنا يستر. طبعا ما فيش حد بي موجود عشان يحط، احنا قلنا الموسم اللي فات ده موسم استثنائي، فمش عايزين نكرر الاستثناء للموسم اللي جاي. حد عارف الموسم اللي جاي هيبتدي امتى؟ حد عارف المباريات هتتلعب ازاي؟ حد سكن مباريات؟ حد هيبقى استثنائي برضه، ما هو بالمنظر ده هيبقى استثنائي. احنا المفروض الموسم اللي جاي على الاقل، على الاقل يبتدي في 9 يعني عشان ما يبقاش استثنائي، يبتدي في 9 بالظبط. فاحنا لحد دلوقتي مش عارفين هو بيقال انه هيبتدي في اخر 9. ما هو ماشي، ما هو اخر 9 دي تسكين بقى الدوري ازاي؟ هل هيبقى هتظلم نفسك تاني؟ هي نفس المشكله اللي احنا بنعاني منها، اللي المفروض اساسا ان كان الكلام بيخرج ان الموسم ده يا جماعه احنا هنظلم نفسنا عشان الموسم اللي جاي نبقى براحتنا. انا ما اظنش ان الموسم اللي جاي هنبقى براحتنا، اظن برضو ان احنا هنتزنق، هيتكرر نفس السيناريو. الوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي انه هيتكرر، انا شايف انه هيتكرر. مفيش استراتيجيه موجوده، مفيش خطه محطوطه، حتى لو مفيش اتحاد كوره موجود المفروض ان اللجان دي عندها بلان محطوطه ان هي تشتغل حتى لو الاتحاد فاضي بالظبط. فايه البلان اللي موجوده؟ مفيش. طب الجدول هيتسكن ازاي؟ مفيش. طيب المواعيد ايه؟ مفيش. طب مستنيين ايه يا جماعه؟ مش عارفين. فلا الوضع صعب جدا. انا حتى جزئيه زي بتاعه الفار دي مثلا، بقى لنا سنه بنتكلم في الموضوع ده، وكان في وعود من اتحاد الكره السابق وبعض اعضائه ان هيكون في فار، لحد دلوقتي مفيش اي خطوه اتعملت عشان الفار يبقى موجود ونتفادى الاخطاء التحكيميه الرهيبه اللي شفناها موسم. بص، كملاعب وكبنيه كل ده جاهز. ده ما فيهوش نقاش خلاص. بقى الموضوع ان يا جماعه اصل الملاعب مش مجهزه الموضوع الدوله خدته على عاتقها وشفنا المنظر في امم افريقيا. الفار انا شايفه مكلف
يعني تكلفته عاليه جدا. طبعا مهم طبعا مهم بس تكلفته عاليه جدا جدا. مين هي المشكله؟ مين هيتحمل؟ اتحاد الكره اللي هيتحمل ولا الانديه اللي هتتحمل؟ اتحاد الكره كان طلب من الانديه ان هي تشاركه في تحمل تكاليف الفار. ده شيء غير منطقي في الحقيقه يعني. ما هو برضو تكلفته غالية جدا يا أمير. ما هو عشان برضو نكون واقعيين، إحنا عايزين ننفذ ولا عايزين من نقول كلامه مرسل وخلاص؟ صح. لا عايزين ننفذ، يبقى الكل يتكاتف عشان ننفذ القرار. صح. التكلفة عالية ماشي، يبقى أنا شايفه قرار صائب إن إن الأندية تشارك اتحاد الكرة مؤقتا لحين إن التسويقيا للدوري يبقى بشكل كبير جدا، يبقى في عائد كبير للأندية ويبقى في عائد للاتحاد، فالاتحاد يبتدي يصرف او رابطه الانديه. صح. المحترفه اللي احنا بنتمنى يعني في 20 مليون ان هي تكون موجوده. لازم يكون ده موجود على ممكن تكون موجوده السنه دي رابطه المحترفين السنه دي؟ لا صعبه جدا. في كلام بيتقال يعني ان هم بيحاولوا يكونوا الرابطه دي ويبعتوا للانديه ان هم يجيبوا مندوب من خارج مجلس الاداره يكون ليهم في لجنه الانديه المحترفه المسلمه. ايوه ما هو مش انا بخاطب، مش هي هتتعمل كده. طبعا يعني هي انا بقول لك المحاولات اللي بتحصل يعني. هنغلط نفس الغلطه، ما هي كانت موجوده رابطه الانديه كانت برئاسه المهندس محمود الشامي وفي النهايه عمل ايه؟ مش المهندس محمود الشامي، الرابطه عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. فلا ما اظنش رابطه الانديه دي تكون موجوده. اعتقد ان الموضوع هيبقى صعب جدا. اتحاد الكره الفتره اللي جايه هيبقى عليه لود صعب في تنظيم البطوله، في عوده الجمهور. خلاص الموضوع بقى اظن انه بقى سهل يعني. فعلا الموضوع طبعاً. ما بقاش شق ولا بقى صعب جدا على ان الجمهور يكون موجود في بطوله الدوري. لا اتحاد الكره عنده مشاكل كتير اللي هو مش موجود يعني. اتحاد الكره مش موجود اللي هو مش موجود عنده مشاكل كتير، فالله يكون في عون الناس اللي هتيجي تحل المشاكل دي. انا برضو مش عايز ان الناس اللي هتيجي تحل المشاكل كلها مره واحده، لان برضو هيغلطوا. لكن يتحط بلان باولويات، احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين ندخل الجمهور، فالجمهور يبقى رقم واحد. عايزين نعمل ايه تاني؟ عايزين نعمل الفار، فنبتدي نحل الفار. عايزين رابطه الانديه المحترفه، رغم ان المفروض رابطه الانديه المحترفه تبقى رقم واحد أصلاً. فلازم يتحط الاولويات. هل الاولويات دي هتبقى موجوده عند الناس اللي جايه؟ لما نشوف بقى الناس اللي هتيجي الاول ونعرف مين الناس اللي هتدير الكره المصريه الفتره اللي جايه على الاقل ل 2020 بعد بطوله طوكيو، نشوف فيدينا ويدينا. الافضل يبقى في لجنه تدير الاتحاد ولا نستنى لحد ما الانتخابات تيجي وتتعمل يعني؟ هي اللائحه بتسمح بان في انتخابات لمده سنه او ان اللجنه تدير، او تستنى ل 2020 ويبقى في انتخابات. ما هو سنه دي لحد 2020. سنه دي لحد 2020، لحد البطوله، لحد الدوره الاولمبيه تخلص وبعدين تبتدي تعمل. يكون في انتخابات لكل الاتحادات كمان، لكل الاتحادات. فاظن يعني مش هتفرق كتير. لا مش هتفرق. نتمنى ان الامور تبقى ماشيه في طريق الصالح للكره المصريه، وده شيء مهم جدا. بالتالي عايز اكلمك شويه عن منتخب مصر والمدير الفني، وبعد طبعا اجري ربنا يسامحه يعني اللي عمله مع منتخب مصر. الاتجاه دلوقتي البعض يقول لك لازم يكون مدير فني وطني، والبعض يقول لك مدير فني اجنبي يكون اسم جيد وعنده خبرات افريقيه. انت مع انهي اتجاه؟ انا مع المدير الفني الاجنبي. الاجنبي. المدير الفني المصري هيتحط تحت ضغوط صعبة جدا 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 الفترة اللي هيبقى موجود فيها. ما انا اظن الاصلح ان المدير الفني اجنبي يكون عنده شخصيه قويه، يكون واظن ان هم يعني الموضوع سهل، الموضوع مش صعب يعني. رينارو راح درب المنتخب السعودي، فالموضوع بالزبط. كان سهل مش صعب. في ترشيحات كتير جدا، في اسماء كتيره جدا. يقدر منتخب مصر اسم كبير، فاي مدرب يقدر يكون موجود. والكواليتي بتاع اللعيبه انا مختلف شويه مع الناس. عندنا كواليتي كويس. طبعا عندنا كواليتي كويس جدا، عارفين نستغله. هي بس انت محتاج بقى انت عندك القماشه بس مش عارف تقصها بقى على المقاس بالظبط. فانت لا، احنا عندنا لعيبه كويسه جدا، اسماء محترمه بتلعب في اكبر الانديه اللي موجوده سواء في اوروبا او هنا في مصر. فلا انا شايف ان احنا عندنا لعيبه ما استخدمناهاش خلال السنتين اللي حضر. مش عارفين نختار بس المدير الفني الاصلح يعني. كان انا شايف ان لو كان كوبر كمل كان الموضوع ممكن يبقى افضل من كده شويه يعني. انا شايف ان كوبر عارف قدر انه يقدر يحط ايده على نقط القوه والضعف في اللعيب المصري، فبيلعب على الشكل ده وبالتالي كان ناجح يعني. كل الجمهور المصري شاف اتجاهين، اتجاه لمدير فني بيحقق اهداف، واتجاه لمدير فني حاول ان هو يحقق الاداء لكن ما حققش الاهداف.
فبالتالي اعتقد ان البعض دلوقتي ابتدى يرجع لفكره ان كوبر الراجل كان بيوصلنا نهائي افريقيا ووصلنا كاس عالم وكان عارف امكانياتنا ايه. بس كوبر فعلا كان عارف الامكانيات ايه، دي حقيقه. يعني عشان نبقى متفقين، بوب برادلي كان عارف الامكانيات فعلا إيه؟ بس بوب برادلي كان الى حد ما كان معاه شويه من الجيل القديم فقدر انه يساعده، لكن كوبر ما كانش معاه حد من الجيل القديم، فكون جيل تاني يقدر يطلع بيه لقدام. وصل مصر بكاس العالم بعد غياب 29 سنه او 30 سنه، بنتكلم في نهائي افريقيا بعد انت ما كنتش موجود اساسا في الثلاث مرات متتاليين. فلا يعني كوبر اظن ان هو يعني هي مش فكره ان ده الاوحش فاحنا بنختار بنقارن ما بين كوبر واجيري، لا كوبر كان عارف امكانيات اللعيبه المصريه، كان عارف يستغلها يشتغل واستغل عليها واشتغل عليها ونجح. يعني كل السبل بتقول ان هو نجح، وصلك كاس عالم وهو ده اللي كان مكتوب في عقده، وصلك نهائي افريقيا، هو خلاك ان انت تصعد امم افريقيا، يعني مش ان هو يوصل لدرجه يصعد امم افريقيا الاول وبعدين نبقى نتكلم. فصعد امم افريقيا وبعدين وصل نهائي افريقيا، كان بقالك ثلاث دورات ما تصعدش، الموضوع كان صعب يعني. طيب طبعا متابع موضوع الترجي والوداد وهذه الجزئيه الشائكه، والنهارده الترجي على صفحته الرسميه قال ان هو بطل افريقيا خلاص بشكل رسمي، بعد طبعا التاس لما قالوا ان هو خلاص بطل افريقيا، لكن طلع توضيح بعد كده ان لسه الامور ما اتحسمتش ولسه المحكمه الرياضيه الدوليه ما اتحسمتش، فبالتالي ده شيء مهم عايزين نتكلم فيه. شايف الجزئيه دي ازاي بالتحديد؟ يعني وضع صعب، يعني الاتحاد الافريقي بيمر في الفتره الاخيره بمشاكل كتير جدا، ابرزها مشكله الترجي والوداد، ف يعني مأزق كبير جدا، ما اعرفش هيخرجوا منه ازاي. يعني طيب خلينا نقرب للصوره والمشهد بشكل اكبر، ونروح للاستاذ محمد امين الناقد الرياضي المغربي، ونرحب بيه في البدايه. استاذ محمد مساء الخير على حضرتك. مساء النور، اهلا بيك استاذ هشام، اهلا وسهلا بحضرتك. الكلام كتير النهارده طلع بخصوص مباراه الترجي والوداد، وان خلاص الموضوع تم حسمه لصالح الترجي، وبعد كده الانباء تم تعديلها وان لسه الموضوع ما تمش الحسم والبت فيه بشكل نهائي. اخر المعلومات واخر الجديد عند حضرتك ايه؟ اكيد في الطريقه التي صدرت فيها القرار اليوم، يعني كانت طريقه مفاجئه، ربما التعاطي مع الموضوع من قبل الاخوان في تونس كان تعاطي يعني بالعاطفه اكثر منه بجديه واقعيه، يعني تم الاعلان عن انتصار فريق الترجي وتتويج فريق الترجي التونسي باللقب بقرار من الطرف، لكن الصحيح هو ان الطرف يعني اعادت الملف من جديد الى اللجان المختصه داخل الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، ورفضت نهائيا البت في الموضوع شكلا وليس مضمونا، بحيث ان المكتب التنفيذي للكونفدراليه الافريقيه لا يحق له اصدار قرارات بهذا او من هذا. الاخبار هنا يعني في المغرب هناك تفاؤل، يعني رغم ان كانت الصدمه في الساعات الاولى يعني او الدقائق الاولى بعد اصدار صفحات التونسيه الساده عن الموقع الرسمي لتونس، لكن بعد ذلك بعد الاطلاع على تفاصيل القرار يعني الامور يعني لا زالت لم تحسم، اي فريق لا من الوداد ولا كذلك من الترجي التونسي، لكن موقف الوداد فهو قوي كما وضحه في الساعات التي تم تقديمها للمحكمه التحكيم الدوليه. كل تلك الدفاعات سوف تتحول الان الى اللجان المختصه داخل الكاف للنظر فيها، ونحن نعلم ان هناك يعني القضيه مفتوحه عند لجنه الانتظار والتاديب برئاسه ريمون عرس، واكيد ان هناك عقوبات كبيره جدا سوف تسلط بالتحديد على مسؤولي فريق الترجي التونسي. من وجهة نظر الصحافة المغربية بالتحديد، اللوم بيقع على مين في النهاية بعد هذه الأزمة الطويلة اللي خدت مدة كبيرة جدا بالتحديد؟ يعني شايفين من وجهة نظر الصحافة المغربية اللوم في النهاية يرجع على الاتحاد الأفريقي، ولا على الحكم، ولا على تصرف مثلا الترجي؟ شايفين ايه من وجهة نظركم؟ يعني هو اكيد في مثل هذه الحالات لا يمكن الان ان نطلق الاحكام مسبقا، يعني يجب الانتظار التريث هنا، يعني تفاعل الصحافه مع الموضوع يعني بتريث وبتأني، يجب ان نرى نتابع الموضوع، نرى القرارات الصادره، هل هي انصفت من لا يلحق؟ هل واكبت هذه القرارات الفساد المستشري في كره قدم افريقيا منذ سنوات طويله؟ على اي الذي يتحمل الان المسؤول هذا الوضع كله هي بدرجه اولى بعض التصرفات المسؤولين على فريق
التونسي وانا كنت صحفي وحاضر في مباراه النهائي برابط، يعني كانت المباراه التنظيميه يعني جد 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 سيئه لا بالنسبه للجمهور المغربي الذي تنقل بعدد كبير لتونس. طيب توقعاتك للقرار في النهايه ايه؟ الخط قطع؟ نشكر استاذ محمد امين الناقد الرياضي المغربي، وكان بيتكلم طبعا على الازمه اللي عارفينها كلنا عمرو بتاعه الوداد والترجي. توقعاتك ان ممكن يكون الحل ايه في النهايه؟ انا شايف ان الوداد معاه حق، ممكن يكون في مباراه فاصله في النهايه، ولا شايف الوداد هو الاحق باللقب؟ لا يعني بعد الخطا يعني خطا ما ينفعش يعني يتعمل في 2019، ما ينفعش يتعمل يعني. لا الوداد احق طبعا طبعا، الوداد احق. الفار ما كانش شغال، دي حاجه كبيره قوي. ازاي الفار ما كانش شغال وازاي ما تشيكش عليه يعني؟ ازاي حاجات كتير يعني، ازاي حاجات كتير ما اتعملتش في المباراه دي؟ لا الوداد احق طبعا، احق من الترجي. ليه افريقيا بس اللي فيها كل هذه الامور اللي بنشوفها، الحاجات الغريبه اللي بنشوفها؟ فار مش شغال، الحكم مش عارف ايه، كل يعني كل الكلام ده ليه بنشوفه في افريقيا بس ما بنشوفوش في اي قاره ثانيه يعني؟ الامكانيات، بص احنا برضو خلي بالك عقبال ما يعني ما بنستكشف الامكانيات دي بناخد وقت طويل شويه، ما نعرفش نواكب على طول التطور. لا 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 ما شفتش ده في افريقيا، في قاره افريقيا، ان حد يقدر يواكب. الاخطاء جسيمه يعني، ما اخطاء كبيره ما ينفعش تتعمل. نهائي افريقيا بيتلعب من غير فار، من غير ما الحكم يشكك ان في فار ولا لا. لا الموضوع كان صعب جدا بصراحه. نتمنى كان عندنا امل ان الفتره اللي جايه، الفتره اللي فاتت في الاتحاد الافريقي، ان الموضوع يبقى افضل من كده بشويه، لكن واضح ان احنا لسه مكملين، لسه عندنا وقت. عايز ارجع سريعا قبل ما اختم معاك لملف المدرب المصري او المدير الفني لمنتخب مصر، وبالتحديد فيما يتعلق بمنتخب المغرب. هيرفي رينار مشي، الاقرب حتى الان طبقا للاخبار اللي وارده هناك من المغرب وحيد هليلو زيتش المدير الفني السابق للجزائر. ليه بما انك بتقول ان احنا محتاجين مدير فني اجنبي مش وطني، ليه ما بنفكرش من دلوقتي في مدير فني قوي زي ده؟ حقق انجاز كبير جدا في 2014 كاس العالم مع الجزائر يعني. هو مين طيب اللي هيفكر؟ ما احنا عايزين حد يفكر. طب امتى هنجيب حد يفكر؟ احنا لازم نتزنق لحد ما تعبى جماعه، مؤقتا برضه هنمشي مؤقتا بالمسكنات لحد ما نشوف الوضع يبقى عامل ازاي. الناس ممكن تكون بتفكر ان هيبقى في كابتن حسن شحاته جديد، زي يعني كابتن حسن شحاته جه فتره مؤقته فالامور مشيت، فواضح ان احنا ماشيين كده. فده يعني عرف في الرياضه المصريه وعرف في الكره المصريه يعني. متفائل بالكره المصريه ان شاء الله في الفتره الجايه؟ ماشي ان شاء الله. انا بشكرك يا عمرو، شكرا جزيلا. انا كنت سعيد جدا ان انت كنت معايا النهارده في الحقيقه. بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا امير، انا اللي ببقى سعيد وانا موجود معاك. شكرا. ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا. طبعا كان معانا الاستاذ عمرو الجريزاوي الناقد الرياضي بجريده الفجر، واتكلمنا في امور كتيره جدا جدا بتخص الكره المحليه والمصريه، والتحديد فيما يتعلق كمان بالنادي الاهلي. دي كمان كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، واستنونا حلقه بكره هتكون مهمه جدا جدا ان شاء الله باذن الله من نفس البرنامج. الى اللقاء.